هاي خطة مثالية، هيك صبنا الهدف. أجي شو عم تعمل؟ مع مين عم تحكي؟ اعترف. أنا ولا مع حدا. لا مصيبة، ورق البيت ضايعين، في حدا سرقهم، هلا صرنا بلا بيت، شو بدنا نعمل؟ ضاع كل شي من إيدينا، شو بدنا نساوي هلا ابني؟ كيف؟ وين راحوا؟ الوراق تبع البيت، مو أنت خليتيهم بمكان آمن؟ بصراحة أنا شاكة بريكيتا. هي أنت انتبهي على كلامك. لا ما أنتم طبيعيين، خلص. هلا لو سمحتوا لا تتخانقوا. ليكي ريكي، انت يلي سرقتيهم؟ ايه الوراق معي انا. هادي اللي عملتيه غلط كبير، هيك ما عاد فينا نوثق فيكي. ما بهم، انا ولا مره وثقت بحدا منكم، وانت ولا مره قلت شو بدك تعمل. اصلا انت بتقضي وقتك عم تعمل خطط من ورا ظهري. بالمناسبه كان لازم نروح نشوف محامي، ما كنت هون. يا ترى فيك تقلي وين كنت؟ عندك جواب؟ بالحقيقة كان عندي شغل. هيك لكان، ما فيك تقلي وين كنت. المفروض إنه نحن شركاء متساويين، لهيك ما لازم نخبي شي عن بعضنا. بس أنت على طول بتخبي عني، ولهيك خبيت الورق. أنا ما عندي أي ثقة فيك. طيب فيك تخبيون، بس خلي هالشغلة ببالك لأني رح تتحاسبي. بس تعطيني شوية وقت ورح أعرف على شو ناوي. يا كانتا هي بتكون غلطتك أنت، صار مارق كذا يوم على موته لشوريا، بس أنت ما عملتي أي شيء لهلا. أنت مو هيك لازم تتصرفي يا كانتا. خالتي أنت شو عم تحكي؟ ما عم بحكي حكي فاضي، عم علم قواعد مجتمعنا، لأنه إذا الكل بلش يهرب من الحقيقة اللي صارت رح يتبهدلوا. مهك صارت أرملة هلا، لهيك نحن لازم إنه نتقبل هاي الحقيقة المرة بأسرع وقت ممكن. وقت مهك تتقبل الحقيقة رح تنهار كل حياتها. أنا حاولت كتير أشرح لها هالشي لمهك، بس هي لساتها مصدومة، وكمان دائما بتضل عم تحكي مع حالها. لهيك أنت لازم تخليها تشوف الحقيقة، وإلا ما حدا بيعرف شو ممكن يصير لها. هي هيك رح تدمر حالها، لهيك انت لازم تخليها تستوعب هذا الشيء. حاكيها واجبريها كمان. نعرف هالشيء، نعرف شو عم نعمل، وهلا بترجاكي اسكتي واحتفظي بمخاوفك لحالك. ولو سمحتوا الكل يروح على البيت هلا. شيتال معها حق، كلامها مزبوط. انا متاكده انه ما هيك رح يصير لها شيء. ايه كمان خليه يصير لها، كلنا خليه يصير لنا شيء هون. روحوا يلا، روحوا التهوا بشغلكم. اسمعوني، بدي اطلب منكم كلياتكم انه تروحوا على بيوتكم. هلا نحن عائلتها، وهذا موضوع بخصنا إلنا، ونحن اكيد رح نتصرف معها. شكرا على جايتكم لهون، بس لو سمحتوا فيكم تروحوا هلا على بيوتكم. شكرا. خلينا بيلا. بعرف حكيهم جرحكم، بس هنن ما كانوا غلطانين ابدا. ما هيك لازم تتقبل الحقيقه. ايه سيد كورونا؟ مهك انا قدام البيت.
تعالي بسرعة لهون، الموضوع كتير ضروري. يمكن في شي خبر عن سوريا. هيك لوين رايحة؟ مرت عمي سوريا. بكفي، حملتك كتير. سوريا ما عاد موجود أبدا، وكمان أنت ما رح تلاقي. مرت عمي اسمعيني، ما عاد عندي وقت هلا، ما فيني أشرح لك شي، لو سمحتي تركيني، لو سمحتي. لا، ما رح تروحي لمكان. أنا بترجاكي، أنت لازم تسمعي الحقيقة وتتقبليها بقى. مرت عمي لا، مهيك بكفي، أنت ما لازم تضلي هيك. بنتي بتعرفي شو عم يحكوا العالم؟ بتعرفي؟ ما بيهمني شو عم يحكوا العالم، اللي بيهمني ومتأكدة منه إنه سوريا لساته عايش. نحنا خططنا لهذا الشيء. سوريا مانو ميت، بس هلا هو واقع بورطة كبيرة. شو عم تحكي؟ ما عم تفهميني انت. حاجتك بقى تحكي حكي فاضي، انت لازم تفهمي، صرتي أرملة مفهوم، وما عاد فيكي تلبسي هذا اللبس أبدا. ما عاد في عندي طريقة تانية لأشرح لك الموضوع، بس من اليوم ورايح انت رح تلبسي لبس الأرامل، هذا شيء نهائي. انت ما عندك فكرة شو عم تساوي. صدقيني سوريا لساته عايش. انا لازم روح مرت عمي، لازم روح لانه سوريا هلا. ركوها سمحتوا، شو عم تعملوا انتو؟ يلا تركوها تركوها، كانتا اهدي اهدي لشو. ليكي مرت عمي، لو سمحتي حاولي تفهميني، سوريا لساته عايش وما صار له شي ابدا. بترجاكي لو سمحتي، سوريا لساته عايش. ما هيك عم تحكي صح. ليش فات على المستودع؟ شو في جوا؟ هلا بشوف. عمران تعال لهون بسرعة وجيب علبة المفاتيح معك. سيد كورانا، تصرفات مهك ممكن تكون مبررة، بس انت عم تتصرف بطريقة كتير غلط وعم تسميها خطة. انا بتصور هذا الشيء ماله مبرر. انا رح اشرح لكم كل الموضوع. اللي صار ورح نصلح كل شيء، بس اهدي شوي. هذا اللي صار. هذا اللي كنت عم حاول اني اشرحه، كل هذا اللي صار كان مجرد تمثيلية وبس. خايفة مهك؟ إذا مو عحالك لازم تخافي علينا إلنا. لك أنت خبرتي الكل إنه ابني سوريا مات. لك ابني سوريا متهور، هو فاقد عقله على الآخر، ليرجع بيته بأي طريقة وشو ما كلفوا هذا الأمر. بس أنت ليش عملتي هيك؟ كنتي شخص حساس، بس ليش ساعدتي سوريا؟ قولي
انت ليش ساعدتي لشوريا؟ اسمعيني منيح مدام. سيد كورانا، رجاء عم احكي مع عائلتي مو معك. خدعوني الي، عم احكي مع بنتي مهك. اما انت اذا انا هلا مزعوجة من حدا فهو انت. قولي لي شو استفدتي؟ شو استفدتي من هذا كله؟ شو اللي ربحتوا؟ انتوا قدرتوا ترجعوا البيت شي؟ انتي هيك بعدتي عن شوريا اكتر. اذا بيصير له اي شي انا ما رح اتركك بحالك مهيك، وبوعدك انه انا رح اعمل اي شي انتي ما رح يعجبك. انا بعتذر منك يا خالد، بعرف اني غلطت غلطة كتير كبيرة واتمنى تسامحيني. مهيك مهيك انا ما بدي احكي معك ولا بقى تحكي معي لحتى لاقي شوريا، وما بدي اشوف وشك لحتى اشوفه قدام عيوني وما يكون صاير له شي بنوب. طولي بالي. اتركوني خالتي. عمي قومي. مهك مهك أنا رح ساعدك لحتى تلاقي شوريا. مهك صار الوقت لتعملي شيء. نحن اتبعنا موبايل شوريا وهو موجود بالقصر. تقصد أنه شوريا هنيك؟ هالشي ممكن، خلينا نروح نتأكد هنيك. إذا أجي وركتب يعملوا شيء لشوريا أنا رح أقتلهم بإيدي الاثنين، وبأكد لكم أني ما رح أرحمهم أبداً. مين بيكونوا هدول يلي جايين؟ انت التهي بشغلك. نحن لازم نفتش البيت فورا. شو قصدك؟ شو لوين رايحين؟ شو بكون؟ فتش كل مكان وكل زاوية بهذا البيت. سيدي استمتع. حضرتك ليش بدك تفتش بيتنا؟ ممكن تقلي انتو ليش اقتحمتوا البيت بهالطريقة البشعة؟ سيد بارمار لو سمحت تعاون معنا لأنه في أمر بتفتيش البيت. خليكن هون. شو شوريا عم يدوروا على وثائق البيت. شو هالحظ هاد؟ يا ريت لو امي موجوده. على شو عم يدوروا؟ ريكي اسمعي انا. قلي وينو زوجي؟ قلي، لانه اذا بيصير له اي شيء وقتها باكد لك اني رح اقتلك. هي تركي اخي والا رح اضربك. ها انا كثير تحملتك. شو هالتصرفات هي؟ انتوا ليش كل مره بتلتقوا بتبلشوا تتخانقوا مع بعض؟ حدا يخبرني شو عم بيصير هون. قلي لنا شوف وينو شوريا. شوريا؟ عم تحكي عن شوريا كنا؟ ما بصدق. ليك اسمعيني منيح، إذا بيصير له أي شيء لشوريا وقتها أنا رح أقتلك. خلص اتركيها. طالما اكتشفتي إنه شوريا عايش، اهدي شوي. حضرة المحقق أنت كمل شغلك. ما في شيء يتكمل. شوريا كنا خلص مات. اجيتوا لحتى تدوروا عليه عنا هون؟ شوريا عايش وهو موجود بهذا البيت. إليلي، يلا جاوبيني وينه؟ نحن في عنا إثبات شوريا بهذا البيت. سيدي دورنا بكل مكان ما لقينا حدا هون. سيدي انت لازم تضغط عليهم، وقتها هنن رح يحكوا. هنن هلأ أكيد عم ينتقموا منه، لهذا السبب هنن خطفوا شوريا، أنا متأكدة من هذا الشيء. ما هيك رح تخربي كل شيء. سكتي بقى. أصلا كل شيء خرب هلأ، هنن اللي خطفوا شوريا، أنا ما ضل عندي أي شيء أخسره. أفضل محامي بكل الهند قرر يجي يلعب معنا لعبة سخيفة.
اسمعي ريكي، اعطيني من الاخر، قولي لنا شو اللي عم يصير وشو هو السر. السر هو انه شوريا كنا ما مات ابدا، صح هيك؟ هن عملوا هاي التمثيلية السخيفة لحتى يصعبوا الأمور علينا، وهلأ شوريا كنا اختفى عن جد. حضرة المحقق، انت هلأ لازم تقبض على مهك، وانت لازم تستجوب هذا المحامي بسبب الدعوة الكاذبة. ما أنا دعوة كاذبة أبداً، بس النتيجة اللي تغيرت مو القضية كلها. بناءً على الأدلة اللي كانت معنا، نحن استنتجنا أنه حضرتك اللي قتلتي السيد شوريا كنا، بس بناءً على الأدلة الجديدة اللي معنا، نحن هلأ منعتقد أنه أنت اللي خطفتيه للسيد شوريا كنا. ورجينا لكن شو هالأدلة اللي عندك؟ خلينا نعرف. عقبنا تليفون شوريا وهو بهذا البيت. يا أستاذ حاجة تضحك علينا بمصطلحات القانون تبعك. أنا اكتشفت كل شيء وهلأ رح اتخذ الإجراءات ضدك. مدام، العالم اللي بتتخذ إجراء ضدي غالباً بتوقع بمشاكل كبيرة. سيدي، هدول الناس مجرمين خطيرين كتير، وعندي إحساس كتير قوي إنه شوريا موجود هون. هنيك سيدي، فتشوا هداك المكان. اسمعيني، هذا الإنذار الأخير، طلعي من هون بسرعة، شوريا مانو هون. يا سيدي، أنا رح قاضي شرطة دلهي بتهمة الإزعاج إذا ما بتروحوا من هالبيت خلال 5 دقائق. ما رح روح من هون لحتى يتفتش هداك المكان. حضرة المحقق، أنا بدي إياكم تفتشوا هنيك لأني ما رح روح قبل ما نفتشوا. أنت فتشتي البيت، طلعي بقى، روحي. يا مدام، أنا فتحت القفل وصار جاهز. سمعت؟ أنا قلت لك لو سمحت فتشوا بسرعة. يلا يلا امشي معنا. ليش هيك صار؟ شو الحظ؟ يلا قدامي بسرعة لشوف. شو عم بيصير؟ شو القصة؟ لا تقلي إنه شوريا جوا، رح يلقوا القبض علينا. إذا رحت على السجن رح أقتلك قبل ما أوصل لهنيك. استنوا، أنتوا ما رح تفوتوا لهون إلا إذا قتلتوني إلي. اسمعني منيح سيد أجي، أنت هلأ عم بتعرقل التحقيق، رح يتم القبض عليك إذا منلاقي أي شيء جوا، لهيك الأحسن إلك إنك تبعد من هون. يعني شو المشكلة أخي؟ اتركوني فتشوا. سكوت أنت. لك استنى عندك. ما رح خليك. أي لك إيدك عني، ما رح تفوتوا. لك اتركوني. فوتوا لجوا فتشوا. باي. حاوني. ما حدا عم يرد علي. حاولت تتصلي مرة تانية. شو فيني هاد؟ رد. ايه فيكي، شو اللي عم يصير عندك؟ برجع دقلك بعد شوي. اسمعيني كانتا، وين مهك؟ ليكي انا جبت لها معي زيت ممتاز، عملي لها تدليك لراسها، وهذا رح يساعدها حتى تهدى. ليكي شيتال، رجاء لو سمحتي روحي من هون فورا. انا بس كان بدي اعطيها الزيت. تمام، انت اعطيني هالزيت وفيكي تروحي. يبدو انه هالعيلة كلها يا تصاير معها شي بمخها. حلو، شو هالمنطقة؟
المناظر هي اللي عم نشوفها قدامنا، فيك تفهمنا؟ أجي، كنت بعرف إنك سيء، بس هلأ اكتشفت قديش أنت مو طبيعي. وهلأ شو؟ لسه شو في؟ مثل ما شفتوا أجي مو مخبي حدا، وشوريا مانو هون، تفضلوا، انتهى الموضوع. إيه خلصنا بقى، تعرفي قديش كنت متوتر، وبعتقد إنه ما في أي مشكلة بهالشي. أنا مالي شايف إنه في داعي نضلنا هون موجودين، ما في أي جريمة ونحن رح نروح. يلا أمشوا. مهيك لا تقلقي، نحن رح نلاقي لها شوريا، أنا بوعدك. لا لا يا فيكي، هاي مانا الحقيقة، لأنه في شي مانا واضح بالنسبة لإلنا. مهيك حاليا نحن لازم نمشي. يلا يلا. رجعت امشي يا بنتي. مهيك اهدي شوي. يلا اطلعي. يلا افتح لي الباب. مهيك فهمني انت كيف بتستسلم بهاي السهوله يا استاذ؟ انا متاكده انه شوريا جوا، لحقنا تليفونه وهو وصلنا لهون. لا اذا ما لقيت شوريا انا ما رح اروح لاي مكان، ما رح اروح. مهيك هدي حالك رجاء، اتركي لنا الموضوع لإلنا. فيكي انت شو اللي عم تقوله؟ فهمني، انا بعرف انه هو موجود جوا، لهيك مستحيل اتحرك من هون. شو بدنا نعمل؟ ما بعرف. مهيك مهيك طلعوا، شايف في اثار دولاب عليه. اكيد هي سياره. اكيد شوريا فيها. ما استاذ تعال معي اذا بتريد. يلا ايه شوفي اخي لو سمحت، فيك تورجينا كاميرات المراقبه؟ ما فيني، هذا الشيء باذن بشغلي. اخي لو سمحت، هذا الشيء بيخصه للشوريا، بترجاك بترجاك. طيب فوتوا لجوا. يلا يلا يلا. ليكو هذا شوريا، انا ما قلت لكم، معناتها اخذينه على مكان تاني. هذا رقم اللوحة. نحن لازم نلاقي هاي السيارة. ما رح اسمح لهم انهم يأذوك، بوعدك اني رح رجعك معي على البيت. حضرة الضابط، نحن جبنا تسجيلات الكاميرات من قصر كنا، حطوا شوريا بسيارة واخذوه لمكان تاني. بترجاك بترجاك تلاقي هديك السيارة. ايه سيدي، ما معنا وقت كتير، نحن ما بنعرف شو اللي ممكن يعملوه فيه، لازم نتحرك بسرعة. نحن لهلا صرنا مساعدينك كتير يا أستاذ بسبب إصرارك علينا، وبتعرف إنك ما قدمت أي إثباتات قوية. بالأول قلتلنا إنه انقتل وبعدين محجوز بالقصر، هي اللقطات إله بس مو كتير واضحة. ولهالسبب ما رح نقدر نساعدك بشي. بالحقيقة هي مو أول مرة شرطة دلهي بترفض تساعدني بقضية بتخصني إلي، بس أنا بعرف كيف رح أتصرف معكن. بكرة رح كون عم بلعب جولف مع سيادة رئيس القضاة، وأنا رح أحكي معه بالموضوع. يلا أستاذ ممكن تسمعني شوي؟ استنى دقيقة، في شي رح نعمله مشان نتأكد. ما أنا متأكدين إنه هو شوريا، بس أكيد في حدا مخطوف. رقم اللوحة عندك، فيك تلحق السيارة. يا شرطي تعا شوف رقم اللوحة، بلشوا لحقوا السيارة. مو كل سيارة إلى نظام مراقبة؟ لاقوا السيارة وبعدين رح تلاقوا شوريا أكيد. ماشي أستاذ، صار فيك تمشي، رح خبرك وقت نتوصل لشي مهم.
أستاذ أنا رح ضل هون، ما رح أقدر أرتاح بالبيت. ما هيك تركيني أنا أتصرف بهالقصة، فيك تروحي أنت. يلا مهي خلينا نروح. يلا يلا فوت قدامي، ما رح اتركك لحتى اعرف ايش كل شيء. خلص عملتي كمان، ليش هيك عم تضربيه؟ حتى ما يمشي على خطاك ويصير مثلك. روهيت قال لي انك شوهت سمعتي قدام الكل، وقت خبرتهم انه ابني بكل جرأة مخبي شيء بغرفته. انت ما بتخجل؟ ما بتستحي؟ حاجه ماما، ماما تركي لك. ماما تركي خلص بقى، خلص بدك تقولي هيك، خلص تركي شبك شبك اهدي وانت بعد عني. انتو بهالعيلة دايما بتسلوني بالمسرحيات اللي بتعملوها هون. بالمناسبة انا ما كنت متوقعة انه مهك تتصرف بهالذكاء. هي عملت العكس وكانت ذكية بتصرفها، رفعت دعوة كاذبة لنعترف بالحقيقة. وحضرتك شو رح تعملي؟ هاي فرصة منيحة، الكل عم بيدوروا على شوريا، فخلينا ننقل البيت لاسمنا. ما رح نزعج حالنا بشوريا إذا كان ميت ولا عايش. لهيك حاجة بقى تتقاتلوا مع بعضكم وروحوا خلصوا إجراءات التسجيل قبل ما يرجع شوريا فجأة من الخطف ويرجع يسيطر على البيت. ماشي أنا رح خلص التسجيل، تفضلوا. استنوا، أنا في شغلة مفهمانتها، مين خطف شوريا؟ إذا مو نحنا، بقصد مين إله مصلحة يعمل هذا الشيء؟ لو كنا عم نشتغل بالشرطة كانوا كافئونا لأنه عم نقبض على العصابات. منيح إنه نحنا عصابة، هيك بناخد مصاري وكمان نتسلى. معلم الشغل خلاص، ما حدا رح يشك فينا ابدا بهذا المكان، وما حدا رح يعرف وين مكانه اذا بيضلوا بيدوروا عليه سنه كامله. شوريا، شو شوريا، شو صاير؟ لا تخافي، كل شيء راح ينحل. وينو شوريا؟ حدا يقول لي وينو؟ فكرتو حلم بشع بس طلع حقيقة. خلص لا تقلقي حبيبتي، راح نلاقي شوريا. الأولاد غلطوا إيه، بس الدنيا ما راح تعاقبنا هيك عقوبة على هالغلطة. رؤي خلص اهدي، في غيره غلط، ليش بس هو؟ بس ابني شوريا رح يدفع الثمن. شو رح تقدروا تعملوا؟ كيف رح تساعدوا؟ خبروني. خالتي الشرطة عم تدور على شوريا، وكمان مهك والسيد حاج بقى تمدحوهن قدامي. ابني شوريا بمصيبة كبيرة من وراها، رغم انه محامي كتير مشهور لهلا ما قدر يلاقي ابني، وكمان هي مهن هي اللي حطت ابني بوجه الخطر حتى يصير هيك ويخطفوه، كله بسببك. عجبك هذا الشيء؟ ابني مو معروف وينه، انا ما رح سامحك ابدا يا مهن، كله بسببك انت. خالتي خالتي بترجاكي سامحيني، ما كانت نيتي يصير هيك، أنا بعتذر منك. حتى لو مو بنيتك بس هالشي صار وشوريا انخطف. ابني شوريا هو واحد كتير بسيط، ما بيفكر قبل ما يعمل أي شي، بس انتي انتي بتحسبي أكتر، كان فيكي توقفيه بطريقتك يا بنتي، أو على القليلة كان فيكي تسأليه. خالتي خالتي أنا آسفة، بترجاكي سامحيني. Thank you.
ما هيك ما عاد تحكي معي. عم قلك ما عاد بدي احكي مع حدا. قبل ما الاقي ابني شوريا ويرجع لهون على البيت ما بدي احكي مع حدا. رجاء يلا روحوا. بس روحوا روحوا من عندي. وانت شو عم بتساوي هون؟ روح من هلا يلا روح لاقي ابني شوريا. ما حدا منكم بهذا البيت رح يتأثر بخسارته مثلي لابني شوريا. رح لاقي ما هيك بنتي؟ انتبهي عليها. انت اكيد ما نمتي امبارح وبقيتي طول الوقت عم تفكري بغلطك. مرت عمي انا اسفه، انا غلطت غلط كتير كبير. كنت بعرف انه الشي اللي عم نعمله كان غلط، بس شوريا ما كان يرضى يسمع مني. وهلا انا ما بعرف وينه ولا بعرف وضعه. انت ما اكلتي شي من الصبح، خدي هي. شوريا كمان هلا بيكون بلا اكل. انت لازم تكوني قويه، مو بس كرمالك كمان كرمال شوريا لازم تدوري عليه حتى تلاقي. صحي انتوا اثنين غلطتوا، بس انت اللي لازم تصلحي الغلط. لهيك خدي هي مني، خدي. ما هيك حتى ترجع كارونا تثق فيك من جديد لازم تعملي كل جهدك بهالقصة. يلا اشربي الحليب. مهك السيارة لقوها جنب قرية سونا. يلا أنا جاي فورا، جاي لعندك. مرت عمي تعالي. امتى بالضبط صارت القصة؟ لسه عم نحقق. لوين رايحة؟ ممنوع تفوتي لهنيك. أنا بعرفه، لو سمحت خليني فوت. إيه أخي فيك تسأل السيد كورانا، هو بيعرفنا. طيب أنا رح أسأله. نحن لقينا جثة بقلب خلدو السيارة. مرت عمي استاذ. طيب. في بنتين هنيك بالدنيا. يلا على مهلك استاذ. شو اللي صاير هون؟ طمني سيد كورانا، كأنه صاير حليب. شوريا شوريا وينه؟ لقيتوه هون؟ اهدي رح قلك. في أخبار حلوة وأخبار سيئة. الشرطة لقوا السيارة وفي حدا هون تاركها ما منعرف مين هو، ولما الشرطي حاول يفتح صندوق السيارة القنبلة انفجرت والسيارة انفجرت وعملت ضجة. هذا اللي صار. مهك بالحقيقة الشرطة قالوا وقت انفجرت السيارة كان في جثة موجودة بصندوق السيارة. لا لا شوريا مستحيل يموت. هو عايش أكيد عايش، ما رح يصير له أي شيء، هو منيح. مهك نحن رح نتأكد من كل هذا الحكي لما يطفوا الحريق ورح نكتشف الحقيقة. ما بدي اياكي تقلقي أبدا. هو ما كان بهديك السيارة، أنا متأكدة إنه هو منيح. هو عايش. إيه عايش، ما صار له أي شيء أبدا. انتبهي عليها. طيب بنتي هو منيح أكيد. لا توسوني بهذا الحكي، أنا متأكدة.
أنا منيحة كمان، وشوريا كمان منيح، ومو صاير له أي شيء. هادي اللي عم أقول لك إياه، أنتوا ليش مو مصدقيني؟ أنا بعرف إنه هو منيح، ليش مو مصدقين إنه شوريا عايش وما صار له شيء أبداً؟ إيه هو كتير منيح، ونحن معك. أستاذ، نحن ما لقينا أي جثة. بعتقد مشان يخفوا أي إثبات وراهم، وهن تركوا السيارة وهربوا. مبروك يا روحي. أنا مو قلت لكم إنه شوريا منيح وعايش؟ ولا لما انفتح الصندوق انفجرت القنبلة. هذا شغل واحد محترف، ما في غير مجرم خطير بيعمله. مين عنده كل هالعداوة تجاه شوريا؟ الجرأة افتح الباب. تعال افتح الباب. اخي هذا ليش هيك عم يعيط؟ اذا بدك فوت بسكته. انت بس قلي. لا اخي، نحن عم نقبض 4000 روبية حتى نخليه هيك بامان. اذا صار له اي شيء وهو عنا، الزبون ما عاد يدفع لنا مصاري. اتركه يصرخ، هلا بيتعب وبينام. اخي هالشغل منيح. عم ناخد كل هالمبلغ بس لأنه واقفين حراس عليه. أكيد هو من عيلة غنية، لهيك هني عم يدفعوا بلا تعب. لك فكوني. شوريا تقدر. حاول شوريا، حاول. إذا بده يعمل مشاكل بالليل، أنا بوعدك إنه ما رح يفلت مني اليوم أبداً. بتمنى يكون ما جرح حاله، خلونا نروح نشوفه. أنا بعرف منيح، كل مرة أنتوا بتكونوا رح تخسروا اللعبة، بس تخلقوا حجة حتى تبطلوا اللعب. هذا الولد المدلل اللي موجود جوا رح يبقى عنا فترة طويلة، خلوكم مركزين على اللعبة. يلا شوريا تابع، مهيك أكيد بتكون ناطرتني. يلا لكتير عالم، حتى أبوك ما دفع الديون تبعه، وأنت بتضل عم تزيد ديونك بدون ما تفكر. الحياة كتير تعيسة، بقضيها طول الوقت عم يأكل بهادل من أمه ومرته. يا أمي بحكي بحكي معك بعدين. شو هو؟ كان عم يحاول يهرب من هون. يلا يمو من هون واربطوه هنيك. يلا
مفكر حاله ذكي. أخي خلينا نكسر عظامه. اربطوا ايديه اربطوا ايديه. يلا خلونا نربطه بسيارة ونجره لبرا. خود اربط هلا. لا تقرب. يلا اضربوه. وقفوا. بوعدك مرة تانية ما رح كرر هالغلطة. رح نربطه منيح حتى ما يتحرك. أنا ما عاد رح أحكي شي، بس إذا بتغلط مرة تانية وقتها أنا رح أربطك محله. وتذكر منيح إنه أنا بقدر أخرب حياتكم وخليها سيئة، عم تفهم؟ مدام رح نضل مراقبينه، ما عاد رح نخليك تشتكي منا. خالتي وقت رح ارجع هي الحالة يلي بدي شوفها فيها، وبدال ما تاخذوا مصاري رح أقتلكم كلكم، رح تموتوا. ندل خدوا هاي، غطوا له وشه، وهي المصاري تبعكم. تأكدوا ما عاد تعيدوا هذا الغلط، وإلا ما رح تفلتوا مني. مجرد كابوس. الشرطة لقوا السيارة في حدا هون تاركها، ولما الشرطي حاول يفتح صندوق السيارة السيارة احترقت. مهك بالحقيقة الشرطة قالوا وقت احترقت السيارة كان في جثة موجودة بصندوق السيارة. سيد كورانا ما اتصل. نيهال سونال لو سمحتوا يلا فيهم. شو صاير؟ تعالوا معي هلا. لوين؟ ما هيك وين بدك تروحي هيك فجأة؟ خبرينا، عرفتي وين شوريا يعني؟ خلص أنا رح أخبركم كل شي بعدين، هلا تعالوا. مساك عزيزي شوريا، انت ليش عم تعاند هالقد؟ ليش ما عم تتقبل انه ما فيك تطلع من هون؟ تعرف اليوم يلي رميتني فيه برا هداك البيت قررت اني رح اشن حرب عليك. اسمعني شوريا، املاكنا كلها بتتقدر بملايين الروبيات. شوريا صدقني الموضوع مانو بس شغلة مصاري، هالشي هو بيشبه المملكة، ملكة أو ملك بيسيطروا على المملكة. ما عم اتخيل سعادتي، بس طول ما انت عايش بهالحياة انا كيف بدي اقدر كون الملكة؟ فهمني. لهيك قررت اني لازم انهي يا حياتي او حياتك. انت نجحت بانك تزلني. بس انا ضليت راقبك كل الوقت، يعني كنت عم استمتع كتير ومبسوطة بفشلك. كنت عم استنى انه تجيني الفرصة المناسبة، وانا كان بدي فرصة
فرصة واحدة. تعرف مين؟ الشخص يلي عطاني هالفرصة؟ حذير. حذير مين هالشخص يلي عطاني هالفرصة؟ مرتك الفهمانة مهيك كنا نالت الملكية لاسم ركتها. بصراحة مهيك ساعدتني كتير. تعرف ليش؟ لأنه كان من المستحيل إني أنزع الملكية منها، بس ركتها وآجي بسيطين أخذ الملكية منهم كان شي سهل كتير. بس كان شي كتير مهم بالنسبة لإلي إنه طلعك برا اللعبة كلياتها. أنت ما عندك فكرة إني راقبتك كتير منيح حتى أفوز عليك وأربح كمان. لازم نمثل هذا الشي معك. ليكي مهك بس كم يوم وبعدين شوريا، بعدين كل شي رح يرجع مثل قبل. لما كنتوا عم تخططوا لموتك المزيف سمعت الحديث. طبعا هالشي ساعدني كتير حتى ساوي خطة ناجحة واطردك لبرا. كان سهل إنه أخطفك. مثل ما قلتي رح نحبسه جوا ونعين حدا يراقبه كل الوقت. أهلا وسهلا، كيفك بنتي؟ منيحة. كيف صحتك؟ ما هيك؟ كيف زوجك شوريا؟ ليش ما أجا؟ بتمنى ما يكون في بيناتكم مشاكل. ابني اللي عم تتمناه تحقق وصار، البنت رجع لها وعيها. ليش مزعوجة؟ تخانقتي مع زوجك؟ لما بتحبي حدا بتصيري تتخانقي معه كتير، لا تقلقي أبدا. هيك بيكون الحب. بصراحة هو هلأ راح لمكان بعيد عني وأنا خايفة، خايفة إني عن جد كون خسرته. بترجاك بترجاك ساعدني لأنه شوريا هو اللي أنقذ حياتي وبتمنى أقدر أنقذه. طبيعي تنحط الناس ببعض التجارب لحتى يقوى الرابط الموجود بيناتهم يا بنتي. متأكد زوجك رح يرجع بخير وسلامة ويكون بأحسن حالاته مثل قبل. مو معقول انت كتير عم تقاوم. استرخي استرخي شوريا واسمع كل القصة للآخر. قلي شو المشكلة؟ كتير مشوب؟ بدك شي؟ خد. خود شوي واسترخي على الآخر. بعدك شوريا أنا بعدك إني رح حررك، هاد وعد مني. خليني بالأول فوز بهالمملكة الغالية اللي بتسوى كتير مصاري وانجح. بس لحد هلأ أنا كتير آسفة، لازم خليك عايش لأنه ما بتعرف إمتى ممكن أنا أحتاجك بهاي الخطة. بس لما نخلص أنا أكيد رح حررك. بس فيني أقدم لك خدمة، مثلا خدمة صغيرة كتير
أنا بعرف ومتأكدة إنك رح تشكرني عليها. بتحب أبعت لك مهيك؟ مساك، اصحك تغلط بشي. تقيد بالخطة تبعنا، كل شي لازم يكون لألنا. لا تقلقي أبداً، أخذنا موعد مشان نسجل الأوراق بالمحكمة، بس بدنا مصاري لو سمحتي. قلي قديش بدك؟ أنت كتير صاير طماع، بعدين نحن دفعنا لك كتير، شو لسه بدك؟ سكوت أجي، يعني هذا المبلغ شو بيجي قدام هالأملاك؟ ماثور شوف شغلك، رح تاخد شو ما بدك. ألو يا سيد، في عنا مشكلة. خبرني شو المشكلة. في حدا تاني رفع دعوى على الملكية، اسمها مدام إم كنا. مدام إم كنا؟ مين هي؟ المدام إم كنا نفسها مهيك. أنا شايف إنه المدام إم كنا كتير شجاعة لحتى ترفع قضية ضدي أنا. أنا رح أنتقم منهم كلهم وواحد واحد، وهلأ رح بلش. شو صار معك؟ إيه مدام، مثل ما توقعنا بالضبط، هنن هلأ صاروا ما عم يشكوا إلا بمهيك. وهلأ ضروري كتير تغيروا موقعه كل أسبوعين، لأنه الشرطة رح تضيعوا بهي الطريقة وما رح تلاقيه. لازم تكسر موبايلك وبطاقة الرقم، جيب رقم جديد وجيب كمان موبايل جديد. التزموا بالتعليمات يلي قلتها. ماشي؟ ماشي. شو ناطر؟ صار وقت تغير مكانه وبهاللحظة. يلا يصير شي فجأة وقادر لاقي لشوريا بأسرع وقت. أنا لازم لاقي لشوريا، هي أمنيتي الوحيدة. ربطوه، هات أعطيني حبل من عندك، هات لشوف. Ah!
مهيك أنا بحبك. مهيك يلا نمشي. اسمعيني منيح، أنا ما عندي كتير وقت. شوريا، ألو شوريا، أنت وينك؟ أنت منيح؟ مهيك لو سمحتي اسمعيني شوي. أنا هلأ موجود بسيارة وفي ناس برا خاطفيني. شوريا مهيك، أنا بعدت لك الموقع، الحقي الموقع وتعالي لعندي لو سمحتي. ألو شوريا، ألو ألو جد، شكرا لك. بتمنى انه يرجع لي شوريا بخير. شوريا مهيك وينك انت؟ وين مهيك؟ أنا ما رح أتركها أبداً. مهيك شو بدك منا؟ مهيك ما أنا موجودة هون، قولي شو بدك؟ مهيك مثلك تماماً، مو معروف شوريا وين موجود ودايرة ورا الملكية. هي ببساطة رفعت دعوة ضدنا اليوم. شو بتسمي هذا الشيء؟ أنا عن جد رح أدمرها لمهيك. شو هادي اللي عم تقولي؟ لحظة لقلك، أنت كيف عرفتي إنه مهيك رفعت دعوة؟ مدام إم كنا، طبعاً هذا يا اسم كنتك يا اسمك أنتي، واللي بعرفه إنه ما فيكي تاخدي مثل هاي القرارات المهمة لحالك. قولي لها لمهيك إنه بعد ما خسرت زوجها أكيد هي رح تخسر كل عائلتها واحد ورا التاني. لا تصدقيها، اصحكت وسقي بهاي المحتالة بنوب. انت بتعرفي انه مهيك بس بتهتم بشوريا. بترجاكي كان تالا بقى تدافعي عن مهيك قدامي. ما تخيلتي بحياتي انه مهيك تتغير لهالدرجة هي. لحد مبارح كانت آكلي هم عيلتها، وهلأ هي عم تركض ورا هالمصاري كلها. أنا بقول لك إنه هذا الشيء مو صحيح أبداً، والكل بيعرف إنه مهك حاولت كل جهدها لتلاقي زوجها شوريا. لازم تعرفوا إنه هي هي الحقيقة. إذا هي هي الحقيقة مثل ما عم بتقول، لكان ليش مهك ما خبرتنا إنها رفعت دعوة ضد ريكيتا وأجي؟ فهمت علي هلأ ليش أنا عم حاول كل جهدي لحتى لاقي ابني شوريا؟
لأنه شوريا ما عاد. من أولويات كنتي معك الأساسية. استني شوي. ليكي كانتا، لا تنزعجي من الكلام اللي قالته، هي أكيد ما قصدها اللي حكته، أنا متأكدة هي ما كان قصدها أبدا. كلنا منعرف إنه ميك عم تحاول كل جهدها لحتى تلاقيه. اي نعم يا سيد، الاتصال اجى من هذا الرقم، يا ريت تتعقب لي هذا الرقم، رح سكر هلا. عن جد؟ وين؟ متأكد؟ طيب ما هيك، يلا هنن عم بيتعقبوا المكالمة. ليك اخي جبلنا بس شاي، انا جعت كتير، شايف هداك المحل؟ ايه اخي هو ما هو حق، خلينا نجيب شي. ايه مدام، خبرني انت وينك هلا بالضبط؟ نحن وقفنا شوي على الاوتوستراد عم نشرب شاي. شو؟ اذا بصير اي شيء غلط بالخطة بسببكم لا تلوم غير حالك، عم تفهم؟ اسمعني، بوعدك اني رح عذبك حتى تموت بين ايدي. امشي بسرعة لا تكون مانك متذكر انه معكم شاب قوي وعنيد وما بيخاف من شيء. مستحضر، امشوا فورا. حاضر، امشوا يلا بسرعة. اوفي عن جد هالمرة فظيعة، مو غريب انه زوجها فضل السجن عليها، بتضل عم تعيي وبتضل عم تصرخ، عن جد مو طبيعية. يلا استاذ من هاي الجهة، بترجاك تسرع شوي يلا. استاذ انا ما بعرف اذا كنت خربطت ولا لا. لا تقلقي مهيك رح نلاقيه، لا تنسي انه الشرطة معنا. خلينا نسألهم، وقف شوي. بدي اياكي تكوني مطمنة. هلا بنسألهم. مرحبا يا شباب. مهيك شفتونا شي حدا؟ لا. انت متأكد؟ طيب في شي تاني؟ مهيك لا مهيك، ليكني انا هون. ماشي ماشي، هلا انا مهيك رح ورجيكم صورته مشان تتعرفوا عليه. متأكد؟ لا ما شفت هذا. طيب ماشي. ماشي شكرا لكم. يا ريت اذا شفتوا صاحب هي الصوره انكم تخبروا اقرب مركز شرطه، بتمنى منكم هالشيء. انت ما في منك فايده؟ شو قصدك ما فيك تساعد؟ إذا ما بتعرف تتصرف بأمورنا الرسمية تتخلى عن القانون وبتلاقي لك شي شغلة تناسبك. شوف لازم تلاقي طريقة، هالملكية لازم تكون لقلنا. مدام لازم نعرف بأسرع وقت مين اللي رفع القضية، إذا ما هيك أو أي حدا تاني نحن عنا عدو مجهول ولسه مو متأكدين. يعني أنا بس قابلت وكيل ما هيك لهلأ. يا مدام طول ما لساتنا مؤاخدين موعد من المحكمة ما فينا نعمل شيء أبدا. أنت عن جد محامي؟ لك أنت ما بتنفع لشي، فورا بتستسلم، بتكتف إيديك وبتصير تقول ما فينا نعمل شيء. لا أكيد القصة مو هيك، أنا حاولت جهدي للاقي تفاصيل بس لا ما قدرت أعرف مدام إمكاننا مين بتكون. بجوز تفكر إنها مهيك بس بجوز يكون حدا تاني. سيدي نحن سألنا وعملنا تحقيقاتنا، ما حدا شاف شيء، ما حدا شاف ناس راحت ولا شاف ناس اجت. عندي احساس قوي انه شوريا كان هون.
أمي خلاص أمي بترجاكي حاجة تبكي من فضلك لا تصيري درامية هلا خلاص اسمعي خلاص اسمعي يا لريكي خلاص إذا تعنا بدعوة مدام إمكننا وقلنا إنه كل هالشي مزور وقتها هي رح تضطر تنزل بنفسها على المحكمة لأنه إذا ما ظهرت هنيك الدعوة رح تنرفض ايه برافو عليكي على هالفكرة الحلوة ريكي تعرفي بدل هالمحامي الفاشل هاد لازم أنت تدافعي عن القضية لأنك كتير ذكية حبيبتي ريكي مدام رح أرفع دعوة للتزوير شو الموضوع مهيك؟ حاسة بشي مو طبيعي؟ في حدا أعطانا معلومات غلط ما حدا دخل لهون من شهر لا سيدي شوريا كان هون أنا حاسة أنه كان هون إيه أكيد كان هون بس أنت كيف فيك تكوني متأكدة كل هالقد؟ جواتي إحساس بيقلي هيك أنا بحس بشوريا وبعرف أنه أكيد كان هون يعني أنا ما بقدر اشرح لكم كيف بحس بس انا متاكده مدام اذا لحقنا عواطفنا ما رح نقدر نوصل لمكان مفيد هن ما رح يصدقوني شوريا بس انا متاكده بقدر احس انك انت كنت هون لحظة استاذ طلع هون في حد نقش هذا الحرف شوف بعينك اكيد هذا شوريا عمل هالشي لحتى يخبرنا انه هون وانه نحن بالمسار الصح استاذ هي قطعة من قميص شوريا لو سمحت أعمل تحليل لقطعة الثياب فوراً بجوز تكون مهك معها حق وهذا ممكن يكون دليل لنوصل لشوريا ونلاقيه كمان هذا دليل على وجود شوريا هذا ممكن أنه يكون دليل لحتى نوصل لشوريا أستاذ أنا بعرف أنا متأكدة ممتاز هالحكي مهك بالحقيقة أنت لازم تنضمي لشرطة دلهي طيب سيدي أنا رح دور بالمكان مرة تانية وصلنا أبكر بشوي كنا وقتها أكيد قدرنا نلاقي شوريا بس هلأ على الأقل معك دليل لنوصل لشوريا صارت المسألة مسألة وقت ورح نقدر نلاقي شوريا عن قريب مهك في شي زعجك لسه؟ أستاذ بجوز شوريا كتب هالحرف وكان عم يحاول يخبرنا أنه هو كان هون أو ممكن شي تاني بظن أنه هو بس خطط حرف اسمه مو أكتر يلا قومي مهيك خلينا نروح ونشوف إذا الشرطة لقيت أي أدلة تانية كارونا خلص لا تقلق من شان صحتي روح ودور على ابني شوريا أنا ما عاد عندي ثقة بمهيك ولا حتى بالشرطة كمان إذا ضلينا قاعدين هون وساكتين بدون ما نعمل أي شيء خايفة نخسر شوريا للأبد لا أنا بدي شوريا يرجع بدي ابني شوريا يرجع هلأ من فضلك روح ودور على شوريا كارونا أنا هعمل كل شيء بقدر عليه بس أنت لا تقلقي خدي الدواء تبعيك بترجاكي بس خدي الدواء الأدوية ما رح تساعدني رح كون منيحة لما شوريا يرجع كارونا بس اتمركي أعصابك إذا ما قدرنا نلاقي لشوريا عن قريب أنا متأكدة رح يصير شي كبير وكمان رح تسوء حالة خالتي كتير
مهيك شوفي سونال، ريكيتا اجت لهون وعملت مشكلة كبيرة وقالت انك رفعتي دعوة ملكية ضده. انا رفعت دعوة؟ ايه، ريكيتا قالت انه في وحدة اسمها مدام امكنا رفعت عليها دعوة ملكية. هي مقتنعة انك انتي المدام كنا. مهيك امولا شوري عصبت من وقت عرفت بهالشي وما عاد هديت بالمرة. هي مفكرة انه انتي مهتمة بالملكية اكتر من شوريا. انا ما رفعت اي دعوة سونال، كل همي بهالدنيا اني لاقي لها شوريا. انا مو مهتمة ابدا لا بقصة الملكية ولا باي شي. ريكيتا اجت معصبة لهون وخبرتنا انه مدام كنا رفعت دعوة. إذا ما كنتي أنت بنتي، مين لك؟ أنا متأكدة إنه في حدا استخدم اسمي لحتى يعمل هاي الشغلة، بس مين بده يكون يا ترى؟ وشو الشي اللي عم يحاول يعمله؟ بجوز هذا عدو أجي وريكيتا، حدا بده يأذيهم ويهاجمهم بدون ما يكشف هويته. معقول هالشي؟ أي هذا الشي ممكن. بعدين العشرة مليار مبلغ كتير كبير. ما هيك مرت عمي سبق ونبهت عليها وخبرتها انه نحن ما بنعمل شي بالسر، بس هي ما بدها تصدقنا. سونال مين ما كان هذا الشخص اكيد في دافع وراه، مشان هيك هو راح ورفع هالدعوة بهذا الوقت بالذات. هذا الشخص بده يصرف انتباهي عن البحث عن شوريا. هالشي معناه انه هذا الشخص هو نفسه اللي خاطفه لشوريا. لازم أحكي مع السيد كورانا. بالحقيقة يا مهيك في حدا استعمل اسمك ليرفع دعوة ضد ريكيتا وأجي. هذا الشخص استخدم اسمك الأول. طيب فيك تعرف مين هو هذا الشخص؟ كان كتير صعب ومستحيل، بس هلأ هالشي صار مانو مستحيل أبدا. ما فهمت. ريكيتا وأجي رفعوا دعوة ضد هالدعوة هي وطعنوا فيها وقالوا إن دعوة مزورة. هلأ المحتالة اللي استخدمت اسمك رح تظهر مشان تدافع بقوة عن قضيتها وتثبتها، لأنه إذا ما ظهرت بالمحكمة القضية رح تلغى، ولما تظهر بالمحكمة رح نعرفها. وقتها رح نعرف هي شو هدفها من هالدعوة وشو بدها منها. ماشي أستاذ، لكن بشوفك بالمحكمة بكرة الصبح، وبكرة رح نكتشف مين هو الشخص اللي تجرأ واستخدم اسمي. ماشي. بجوز انت مجرم محترف بس ما بتعرف كيف تشتغل. رح ورجيك كيف الشغل بصير ورح تتعلم مني. مدام بترجاكي سامحيني، شو فينا نعمل؟ هو دائما بحاول يهرب كل مرة وما فينا ابدا نقتله. انتو الثلاثة، ثلاثتكن مو قادرين تتعاملوا مع شوريا؟ بظن انه صار الوقت لنقلك مع السلامة ونخلص منك. لا مدام بترجاكي سامحينا، اعطينا فرصة تانية بترجاكي. شو الموضوع؟ شو الشي المهم لحتى هلأ عم تدقلي؟ مدام نحن اللعب علينا، أجي وريكيتا كانوا عند كاتب العدل عم ينقلوا الأملاك لأسمو. انت لازم تكوني موجودة بالمحكمة بكرة. هدول عم يحاولوا يتزاكوا، هن بدهم يعرفوا مين مدام امكنا. طيب منيح كتير، بس هن ما بيعرفوا أبدا انه أنا اسمي الحقيقي هو مونيكا. هن ما بيعرفوا اني استعملت اسم مونيكا ورفعت دعوة ضدهم. خلص بكفي تسلايا ومزح. هلا اسمعوني منيح وركزوا معي، اذا غلطتوا هالمرة بشي دغري اقتلوا حالكن بدل ما تقابلوني. انا لازم روح على المحكمة وانتو كلكن رح تطلعوا وتهربوا شوريا من دلهي، فهمانين؟ وكمان رح أعمل كل الترتيبات وأنتوا خدوا شوريا على نيبال ورح تقطعوا الحدود وأعكن تفكروا ترجعوا لهون أبداً لحتى روحوا أتصرف مع أجي وريكيتا وتنحل مشكلتي.
وبس أخلص من هدول الاثنين رح نخلص من شوريا للأبد. القضية رقم 867 السيدة إم كنا ضد ريكيتا أوبيروي وأجي بارمان. شكل القضية اللي مستلمها كتير رح تعب. بس انت قد عن الفسلامة هي رح تكون هون بأي لحظة، لهيك انتظري. فيكي شو عم تساوي؟ نزل الكاميرا، ما بدنا نلفت انتباه أي حدا هون. أنا قلت لك إنه ما تجيب الكاميرا أبداً. وأخيراً حنتزوج. إيه؟ حنضل مع بعض. كفي حياتي. شو؟ بدي وراي إيه ضروري. وين؟ إيه يعني فكرك. مثل ما بدك حبيبي. ممكن تطبع لي هاي الورقة؟ ماشي. ركز على الشغل، لا بقى تعيدها مرة تانية. القضية رقم 867 السيدة إم كنا ضد ريكيتا أوبروي وأجي بارمار. تفضلوا لجوا. خلينا نستعجل. يلا. ليش لسه ما هيك ما اجيت لهلا؟ يعني معقول تكون السيدة إم كنا هي نفسها ما هيك ولا بلكي حدا تاني؟ مين بتكون إذا ما كانت مهيك؟ مهيك. ألو؟ خليكي صاحية ومنتبهة منيح. إيه؟ القضايا بتخانقوا فيها جوا المحكمة، بس هاي القضايا بتنحل برات المحكمة. بدي إياكي تلاحقي الشخص اللي أنت بتشكي فيه بكل هدوء. بس أصحك تاخدي أي خطوة. بدي إياكي تراقبي ولا تشيلي عينك عنه بنوب. ماشي. بدك كمان على هذا المسل على هذا المسل. خلاص تكرم عينك لا تاكل هم. عفواً يا مدام، آسف، من دون قصد. بتمنى يكون ما صار لك شيء. يا زكي شي. يلا بسرعة. أنا رح أخنقك بإيدي هدول. أنا شوي تلانة. مدام، أنت بهدول التياب؟ إيه، بهالتياب. كيف طالعة؟ هات، ورجيني لشوف. هدول كلياتهم؟ إيه. خلينا نروح ونشوف باب الدخول. يلا. يلا. وراء القضية جاهزة. ايه على جد معك، هذا المحامي ماله كتير شاطر. يلي كان معنا كتير احسن بكتير. بتمنى المعلومات اللي عنا بعدين بقى. بس يا مدام تمشي حسب التعليمات. امرك يا مدام. اوعك تغلط. بساوي مثل ما تغلط. حاضر. ماشي. حاضر. ماني قدراني اشوف حدا. فيكي فيكي شو عم يصير معك؟ ركز على الشغل. اسمع، انت روح شوف القاعة لأنه ممكن تكون وصلت. ايه؟ مهيك؟ هديك الحاملة هنيك؟ لكن اللي لابس كعب عالي مو شي غريب؟ بالعادة الحوامل ما بيلبسوا كعب. ورقنا جاهز. لازم اكسب القضية. اوعك تغلط. معقول تكون هي؟ بتوقع تكون حاطة غطا لحتى تخفي هويتها. أنا متأكدة من هذا الشيء. شبيك؟ يلا خلينا نمشي. سيد كورانا، أنا متأكدة إنه هديك المرة الحامل هي اللي عم ندور عليها. يلا فيكي بالجلسة جاي. بعد أوف أوف أوف. انتبه. عم تفهم علي؟ ريكي وين رايحة؟ استني. هات لساعدك، اعطيني لساعدك. يلا لك استني ريكي وين رايحة؟ يا فرمان اركض بسرعة. يلا استعجل. ما عم بصير. لك استني، لك اتركني. خبريني لوين رايحة؟ لك هدول ليش عم تجري؟ شباك شو هاد شو هاد؟ اطلع هي عم تهرب. لك يلا اركض بسرعة. شو ناطر؟ اركض. يلا انت بسرعة روح من هون. انا متأكدة انها رح تروح على الكراج. يلا بسرعة. يلا يلا. يلا
ليش هيك عم تدفش معي؟ ليش هيك عم يعمل؟ لك بعيد عنه. يلا يلا بسرعة. يلا اطلعي. لك يلا. لك يلا. لك شبك استعجل. تفشي تفشي. بدك ياني أنا دفشان؟ هيك الدفش. يلا. يلا بقى خلصني. يلا. يلا بسرعة. لك وين راح؟ شو مالك شاي؟ ايه ليش مستعجل؟ يلا عاجل. مثل ما بدك اسمع. لسا ما صدر القرار، ناطر أنا نحتي صدور. بعد يلا عاجل استعجل. بتمنى أنه تنجح القضية. ايه رون اكتر القضية رح تنجح. بعد شبه هاي ليش هيك عم تركض؟ مو ما بعرف شو صاير معك. افتح بسرعة. هدول وقعوا حدا يساعدهم. خير خير شو صار لكم شي؟ شو انسى انت منيحة؟ تصب الاسعاف منيحة يعني؟ يا جماعة حدا يتصل بالإسعاف. شكلها ما بدأ اتصلت. يلا روح بسرعة. بسرعة شو مستني؟ فيكي شو صار؟ أستاذ المدام كنا هربت. ما قدرت تسجل رقم السيارة؟ لا. وين مهك؟ مهك؟ يا ريت تطبع لي هالمذكرة. يلا صار وقت المحكمة. سرعة لو سمحت. مهك؟ أستاذ أنا بظن إنه هديك المرة خطفتها لمهك. فيكي أنت متأكد إنك ما شفت رقم هديك السيارة أبداً؟ لا يا أستاذ أنا ما شفت رقم السيارة، بس شفت إنه سيارة بيضة وهذا كل شيء قدرت تشوفه. كيف فينا نلاقي مهك بهالمكان المعجوق هاد؟ يا أستاذ أنا ذكرت المعلومات بالقضية. ايه استاذ انا فهمت شو قصدك. صار لكم شيء؟ انتم ناوي تساعدوا لي وقت؟ بتمنى ان تكونوا هناك. شبك انت كيف بتسوق بهي الطريقه؟ مدام لا تضرب زوجك بنص الطريق. انت اهتم بشغلك، بعد من هون. يلا بيستاهل الضرب. حبيبتي انا عن جد اسف. ما فيهم شيء، خلونا نمشي. انا غلطت غلطه كبيره. لو ما نادتني بصوت عالي كنا رح نلقط المدام امكننا ونكشف. لا تقلقي ولا تاكلي هم، رح نلاقي مهك والمدام كنا كمان. بس انا لقيت الشيء غريب. مين هي هالمره يلي ما بدها تكشف هويتها؟ ايه استاذ انا بصندوق سياره بيضاء. كيف لك مهك؟ كيف هيك صار لك؟ شو عملتي انت؟ هالشيء كتير خطير عليك. استاذ كل شيء منيح؟ انا ما عندي اي خيار تاني. ما كان بدي إنه الخاطف يهرب مني، لأنه أنا إذا ضيعت هالفرصة يمكن وقتها ما نقدر إنه نلاقي الشوريا. مهك مو مهم، مشي الحال هلأ. خلي موبايلك بإيدك. وبدي منك تشغلي ميزة تحديد الموقع. نحن رح نتعقب موقعك ونجي لعندك على الأكيد. وأنا بعتقد إنه هن رايحين هلأ للمكان اللي حاطين شوريا فيه. طيب أستاذ رح ساوي مثل ما قلت لي. طيب ماشي. استاذ انا شو بدي اقول لعائلتها اذا سالوني عنها؟ انت متاكد انه فيك تتعقبها؟ فيك روق شوي، انا رح احكي مع الشرطه هلا. طيب لمشاهده المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الاشعارات لتكونوا اول من يشاهدها.